أساطير تروى. أسطورة التنين، مخلوق زاحف مجنح تكسوه الحراشف، يمتاز بطول رقبته وينفث النار من فمه. عرفت البشرية التنين في مروياتها الثقافية في أوروبا وكذلك في آسيا، لا سيما في الصين. حضور التنين اللافت في كثير من الحضارات يجعل منه أسطورة لا تموت، ترمز دوماً إلى القوة والجبروت. من المفارقات الخاصة بأسطورة التنين وصفه الذي جاء في لسان العرب نصاً: التنين ضرب من الحياة، من أعظمها كأكبر ما يكون منها. ورود التنين في كثير من الموروث البشري شرقاً وغرباً وتوثيقه شعاراً في الرايات والأعلام وصفه الذي يكاد يكون واحداً في مجمله، والرسومات التي تصوره في مخطوطات قديمة والإشارة إليه في بعض الطقوس الدينية لدى بعض الشعوب وتفاصيل أخرى ترتبط به كتكاثره بالبيض على اعتبار أنه زاحف واختبائه في الكهوف العميقة، شواهد كثيرة تجعل من التنين أسطورة خالدة وتبعث في ذات الوقت تساؤلا: هل من الممكن أن التنانين وجدت فيما مضى في عالمنا ثم انقرضت؟ وإن صح ذلك، أين أحافيرها؟ على غرار الديناصورات؟ أم أنها يا ترى كانت السبب وراء انقراض الديناصورات وفناء الحياة في ذلك الزمن؟